هذه امرأة تسأل تقول: إذا وقع من ثديي لبن إلى فم زوجي فهل علينا إثم في ذلك؟ هذا عبث، هذا عبث ولا ينبغي. ولكن هذا اللبن لا أثر له ولا تحريم له، الكبير رضاع الكبير لا يحرم، إنما يحرم الرضاع قبل الفطام في الحولين، رضاع الكبير لا أثر له ولا يحرم، لكن يتجنب هذا العبث، لأن بعض العلماء يقول يحرم، فكونه يتجنب هذا الشيء أحوط له وأبعد عن الشبهة. نعم.